اهلا وسهلا ومرحبا بكم السلام يا جماعه. دونك السلام عليكم. اليوم باش نحكيو على الجمعيه التونسيه لعلوم الفلك. شكون حاضر بحذانا؟ امجد المولي وخديجه فرجاني. سلام، اهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا يا عسلامة. الجمعيه التونسيه لعلوم الفلك، كي تسمعها تقول ما لا سيونس هذه، معناتها حاجه كبيره على الاخر وبحر غارق، واحد كيفاش باش يدخل فيه ومنين باش يبدا؟ اشنو هي هالجمعيه ساعه؟ هي حاجة كبيرة على الآخر، ايوه إيفيكتيفمون، الجمعية متاعنا كبيرة، عمرها بريسك 29 سنة توا، تبارك الله، وهي الجمعية الوحيدة اللي في تونس قاعدة تنشط في ميدان علم الفلك، المختصة في علم الفلك أون توكا، خاطر ثم برشا جمعيات أخرين تنشط في علم الفلك، مي ماهوش الاختصاص نتاعها. الجمعية متاعنا عندها برشا وجوه، الوجه الأولاني اللي تتوجه به للناس أو للشباب، باش تتعرف بعلوم الفلك وتنشر علوم الفلك. عندها الوجه الثاني اللي هو نتاع الغوشيرش ديفلوبمون، اللي هو اللي نشوفوه في لي فاكولتي في الغوشيرش تو سكي استرونوميك، و كي يقولوا فيها معناتها ديفلوبمون دو لاسترونومي. تري تري بيان. باهي، كيفاش يجيو العباد؟ شنو ينجموا يكتشفوا بحذاكم؟ شنو هما لي زاكتيفيتي اللي يقدموهم لهم؟ خديجه، انا كاسوسياسيون انا اول ما عرفت في ايفينمون، يعمل بلوزيورز ايفينمون، يعني ان جينيرال فولغاريزاسيون للغران بوبليك، مبسط. كي حضرت في ايفينمون مره جي توجور الى كيوريوزيتي باش نعرف الاسترونومي، ملي احنا صغار نشوف في لي دوكيومونتير وفي لي ماجازين كيما نقولوا سيانتيفيك والكل، اون اي كوريو، مي مالوروزمون الاسترونومي ما تتقراش في تونس. نشوفوا ديجا في التصاور اللي قاعد يتعداو. دونك الاسوسياسيون الحق عطاتنا فرصه باش انك الكوريوزيتي هذيك تلقى دي ريبونس لي كيستيون تاعك، تلقى معناها لي سينيور نتاعنا اللي عنده ان بروجي، اللي عنده فكره، فما شكون يقعد في نيفو تاع الماتوريس، فما شكون ديفلوب معناها لي كونيسونس تاعو. تلمون تعجبو الحكايه تلمون. هي اي واحد راهو الحق معناها يجي معنا ابار لومبيونس كي كونفيفيال معناها في الاسوسياسيون كاسيونس. اون فوا بديت ما عادش تنجم تجبد روحك، على خاطر معناها لي دومين الكل تلقاهم، الاسترونومي، الشيمي، مات، فيزيك، بروغراماسيون، كل شيء. مانيفيك. انا واحده من الناس يعني كما تقريتش عندي برشا، مي تتلز انك في الاسوسياسيون انك ترجع تقرا من اول جديد وتلوج وحدك وباش تنجم تتبع وباش تنجم تفهم. الاعمار من قداش يحضروا معاكم في الاسوسياسيون؟ والله اون جينيرال معناها صغار اللي نجموا يتبعوا بون بريمير 9 ans 10 ans à peu près. نعملوا هكا دي كلوب ولا هكا دي بيز اتيليي للصغيرات، مي ان جينيرال الحاجات بلو ديفلوبي بيان سور اللي اكبر في العمر، لي ستوديون ولي بروفيسيونيل. انا كيما كي تقولوا علم الفلك واحد وكل نذكر شعب المايا العظيم، معناتها اللي مغرومين قبيلي نحكيه، اي مش كان هو ما نحكيه قبيلي وقلتوا لي مغرومين بهم انتم زاد وكل. دونك شنو الحب اللي تنجموا تعديوه للعباد اللي تجي بحذاكم؟ ترجعهم شويه يقراوا تاريخ وشكون هم الشعوب الاولى اللي بدات تتلهى بال معناتها بعلم الفلك والحكايات هذيا والا لا؟ ايفيكتيفمون هو عندنا بليزيور كوميسيون في اي l'association, y compris l'association Histoire et Vulgarisation. La commission a tourné le tarif de l'ouloum al-falak, quel que soit dans la hadara arabe, dans la hadara al-maya, dans la hadara al-faraounia, dans la soumaria, dans la hadara al-kul, tabarakallah, fahamtou allé. Nous essayons de comprendre le tarif الموجود dans la hadara al-kul, ونحاولوا ننقلوه معناتها للشباب معناتها الكل، فهمت ولا بالمتوفر ان توكا، على خاطر الدوكيومونتاسيون على تو سكي استوار دو لاسترونومي ماهوش متوفر معناتها في البلايص الكل. مي نحن نحاولوا اون كوليكت لو ماكسيموم بوسيبل باش نحاولوا ننشروه للناس الكل. على ذكر لي كوميسيون، ما ثماش كان الكوميسيون هذه نتاع ليستوار فولغاريزاسيون، ثم 3 ولا 4 كوميسيون سيانتيفيك زاد في الجمعيه التونسيه لعلوم الفلك. ثم الكوميسيون دي كالكول دي زيفيميريت، الحسابات الفلكيه، وثم الكوميسيون نتاع الاستروفوتو اي انسترومونتاسيون، وثم الكوميسيون نتاع الفيزيك سولير. هذوما كلهم دي كوميسيون كل واحده عندها الاختصاص نتاعها، تحاول تنشر علم الفلك بطريقتها هي معناتها للغران بوبليك، وزاده تحاول تعمل لي ريغيرش نتاعها هي باش تعمل دي بوبليكاسيون سانتيفيك باش نهزو راي تونس. سوبر. لي زيفينمون اللي خدمتوهم ولقات اقبال كبير، وعلى شنو تخدموا خديجه؟ وشنو ما هما؟ الاستيرويد دي سون دي زيفينمون دي جورني انترناسيونال
الاستيرويد داي ساندي نوي دي زيتوال. عندنا دي بارتنير في تونس وعندنا دي بارتنير على نيفو انترناسيونال يحكي لك عليهم تيتر امجد خاطر هو اللي ريبريزونت الدكتور كامون البريزيدونت على الاسوسياسيون تاعنا و ليزيفينمون هذوما كيما نقولوا فرصه لينا وللبوبليك اللي يحضر غراتوي اوفير او غران بوبليك فرصه انهم يعملوا اوبسرفاسيون بالتلسكوب مش كان احنا يعني اللي ممبر تاع الاسوسياسيون نعطيهم فرصه باش انهم يستعملوا ماتريال اونيك تيتر في تونس من الاسوسياسيون عندنا معناها كيما نقولوا 28 ans عندنا اخصنا تبارك الله معناها ماتريال معناها يوفر للبوبليك باش انهم يشدوش برشا الصف على قد ما نقدر بيان سور يشوفوا لي بلانيت لي كور سيليست اون جينيرال المتوفر حسب السيزون حسب الدات هذيك معناها هذا جون باغ نجمو نعملوا كونفيرونس دي اتولي وكا كنت تحكي على الماتريال كيفاش ما تفهم فريق خاص بالصيانه ولا يدخلوكم انتم في الجو زاد كيف كيف وتتلهاو بصيانه الماتريال اللي تستعملوه اكيد راك تعرف كل قطعه فيها شنو اسمها وشنو تعمل وان هي المجره اللي باش تتبعها غادي قبل ما نولي كاتب عام لجمعيه تونسيه للعلوم الفلك كنت انا المسؤول عن المعدات معناتها جينا الى يوم هذا مسؤول عن المعدات À vrai dire, le matériel, c'est un matériel très précieux. L'aglabeyam taw yji lna voilà, c'est qui coûte très cher. Nahna manch qadrin ma'ata bach nchriou le matériel hada. L'aglabeyam taw jayin des dents. Par exemple, عندنا un matériel unique ma'ata nta' chams, les rasd de chams, موجوده منه. Matériel chno? Unique. Observation solaire. Les rasd de chams. Les rasd de chams. Pour l'observation solaire. في بالي قلت لي اللي غاس للشمس قال غاس للشمس قولي الله قلت الجمعيه بياخذوا الشمس الشمس كاريمون اللي غاس للشمس هذا باغ اكزومبل جينا اترافير اون اورغانيزاسيون امريكان شارلي بيتس سولار استرونوميك بروجيكت سيت اون اورغانيزاسيون كو جو ريبريزونت معناتها اون تونيزي واللي هي فينانسي انديريكتومون بار لا نازا بارك الله عليك خويا الحمد لله عايشك l'organisation avait atteint maintenant matériel خاص للشمس باش نجمو نرصدو الشمس وباش ننشروا ثقافه علم الفلك معناتها في تونس gratuitement bien sûr فما الماتريال نحن نشريوه بالتبرعات ديما يقعد شكون اللي يتبرع لكم والله ثم دي مامبر ثم مواطنين بالخارج ماشي كيسير دونك انتم تقولوا بربي تبرعوا لنا هما يتبرعوا لكم والله ثم شكون يتبرع وحده وحده وثم شكون معناتها ديما لي دوسي دو سبونسورينغ حاجات كيف هكا معناتها باش يتبرعوا للجمعيه نحاولوا نحن نقوموا كيف ما نقولوا لو ماكسيموم بوسيبل باش نجيبوا ديما تو سكي هاي تيك اون استرونومي باش نحاولوا معناتها الجران بوبليك انه يتفرج في حاجه جديده اتش دي معناتها افيك ريزوليسيون مزيانه على الاخر بي معناتها الجمعية نتاعكم أكيد ترصد أهم الأحداث الفلكية وتوريها للغران بوبليك وتشارك معاها زادة للغران بوبليك كان فما معناتها تقولوا هاو فما في التوقيت الفلتاني في النهار الفلتاني راهو باش يصير كسوف ولا خسوف ولا شنو اللي باش يصير دونك تعلموا الناس باش أنها تجي تحضر بحذاكم شو ما أهم الأحداث الفلكية اللي صارت ديرنييرمون؟ Dernièrement, le 27 juillet, ça a l'éclipse, on a un rapprochement de la planète Mars. Où il comme d'hab l'événement avait filmé avec les chauffes le gamme le hamra mtao avec la vidéo déjà قعدت 6 سوايع نصور فيها فوق السطح نتاع مدينه العلوم ايوا 6 سوايع وما تعبتش وما وهكا C'est un plaisir, un événement, un chouchouche d'Ima, donc force. Ou de plus, c'était en parallèle avec une grande activité. Barakallah, hadrou fiha akthar min 8300 shakhs, ou kant ma'a sharik ma'ata al-rasm nta' jam'iyat Tunisia l'Aoum Falak, li houa madinat l'Uloum, w li nahna al-maqar nta'na fi Wosto. نظمنا ليفينمون هذا بشراكة مع بعضنا والحمد لله نجح معناتها ولقى سكسي كبير قلت لك 8300 ممبر معناتها كي بلوتو شخص معناتها كي سون ديبلاسي معناتها باش يشوفوا ليفينمون هذا وباش يتبعوا ليفينمون هذا من مدينه العلوم. وانت وقتها شكون تعمل خديجه نهارتها؟ انا تبع لكي تيليسكوب معاهم بيان سور. تبع وتشارك في الناس معك؟ اكيد معناها نعرفوا بلي زاكتيفيتي نتاعنا فرصه وقتها وقتها ايه خاطر ما نجموش كل معناها فما ايكيب تشد لي تيليسكوب فما عباد كيما نقولوا اللي تلهي باللاكوي فما عباد فما بارتي كونفيرونس بارتي تيوريك
والبراتيك بعد مشي على اوبسرفاسيون مش كان اللون نهارتها شفنا فما مارس جوبيتر اي ساتورن اي فينوس اغادير سي سي تي فماش حاجات جاية على قدام هكا تنجموا تعلموا بها الناس اغادير عندنا حدث كبير ياسر ان شاء الله لا فيت دي سيونس هو باش يصير على مده 5 ايام من 10 حتى 15 نوفمبر جمعية تونسية لعلوم الفلك باش تكون مشاركة نهار 10 نوفمبر في مدينة العلوم ديما في المقر نتاعنا خاطر الماتريال كبير وادي بلاسي سي با فاسيل وبيان سور امكانيات الجمعية محدودة دونك ديما في اللوكال نتاعنا وقت اللي نجموا اون سو ديبلاس اون سو ديبلاس نهار 10 نوفمبر ان شاء الله فهمتوا اللي عندنا ان ايفينمون سي لا فيت دي سيونس باش يجيو برشا جمعيات اخرين باش نعملوا رصد للشمس باش نعملوا بور لا بروميير فوا معناتها ان غيداج دو تيليسكوب ا ديستونس اللي هي معناتها حاجه بون موجوده لبرا مي في تونس باش تكون معناتها اون بروميير ان شاء الله باش يكون التيليسكوب نتاعنا معناتها محطوط ايور اون فال تولي غيدي معناتها ا ديستونس وباش نعملوا ان لايف ستريمينغ اون ديريكت للناس في لي سال دي كونفيرونس سوبر يعطيكم الصحة على الحضور ميرسي بوكو تبارتاجيو معنا والعباد اللي يحبوا يعرفوا وين ينجموا وين ينجموا يلقاو اخر التحديثات ولا اخر انفورماسيونات وين ينجموا يشوفوها خديجة في السيت www.sat.tn باش فيسبوك سوسيتي استرونوميك دو تونيزي وينجموا معناها يجيونا للمقر مرحبا بهم احنا ننشطوا كل نهار سبت في مدينة العلوم العشية à partir de 15h يعني مرحبا بكم فرصة كما احنا تحولنا الفرصة باش نتعلموا برشا حاجات لو بليزير باش انك تشوف السماء وتشوف لي بوان لومينو تعرف كل حاجة شنو معناها باش الناس الكل توفر لهم فرصة هذه انا ندعوهم انهم يلتحقوا بينا ومرحبا بهم ان شاء الله يعطيكم الصحة موفقين